راح تقام فنلندا وسويسرا، راح نشهد من سيكون الحارس الأساسي. الآن ملعوبة الكرة العرضية، هذه خطرة، جول ليفركوزن، هدف جميل وحلو من غونزالو كاسترو. ربما خلنا نشوف إعادة هذا الهدف، خلنا نشوف الإعادة. هنا الكرة اللي كانت مقطوعة قطعها كريم حقي، وملعوبة هذه ومرفوعة، هل كانت مقصودة أم ماذا؟ لكن وين في زاوية صعبة؟ هدف أول لصالح باير ليفركوزن، هل كان هذا كريم حقي أم أن مانويل فريدريتش؟ صعبة عليك، صعبة بالفعل. مانويل فريدريتش يسجل أول أهداف المباراة، حاول أنه يرفعها، هل كان متعمد إدخال هذه الكرة في المرمى؟ عموما الهدف جميل في تنفيذه، لكن أيضا يبدو لي أنه كان متعمد أنه يرفعها في منطقة 18. هدف إذن أعزائي المشاهدين.